اهلا بيكم معايا في حلقه جديده من برنامج سفره سالي. النهارده ان شاء الله حلقه التزيين، هنعمل فيها تورته بسيطه جدا، تورته المفاجآت، وهي من الكيك العادي بس هنعمل فيها تركيه بسيطه جدا، وهنزينها المره دي بالمرنج علشان يبقى فيه شكل مختلف. هيكون معايا ان شاء الله بسنت ضيفه هتقدم لنا اشكال حلوه جدا من الورد بتتحقن جوه الجيلاتين، كانت طلعت موضه قوي الفتره اللي فاتت، فاحنا هنتعرف ازاي ده بيتعمل. طبعا بسنت فنانه جدا، عامله بقى اشكال حلوه جدا هنشوفها مع بعض ان شاء الله. طيب تورته المفاجآت عباره عن ايه؟ معانا قالب كيك يكون جاهز معانا كبير، يعني يا اما لو احنا ما عندناش العالي يبقى نقسم على اتنين بحيث يديني مساحه كويسه اعرف احشي فيها جواها، يعني محتاجه مساحة في النص عشان هطلع منها الكيك تبقى جاهزة معايا اعرف ان انا احشي جواها، فلازم تبقى عالية يا اما كيكتين. معانا بقى حشوات اللي معانا كاسترد فانيليا تقيل حوالي 3 كوبايات، كاسترد شوكولاتة تقيل، مش لازم الكميات دي كلها، يعني انا بس عايزة ايه كمية تكفي معايا جوا الكيكة. معانا قطع شوكولاتة اشكال وبسكوتات وشوكولاتة بالكراميل اللي انتوا حابينه، ده بالنسبه للتورته بس كده، هي كده هتبقى جاهزه ان شاء الله. بالنسبه بقى للتزيين معانا 5 بياض بيض ورشه ملح وكوبايه ونص سكر ناعم حبيبات وفانيليا. هنعمل ايه؟ دي اللي هنبتدي بيها عشان تلحق انها تخلص معانا. المرنج عشان نعمله ان شاء الله الاسبوع الجاي هنعمل تورته البافلوفا بس باشكال مختلفه، هتبقى مرنجات صغيره كده وفراوله وحركات وكريمه برضو بفكرة المرنج عشان نبقى عملنا اسبوعين ورا بعض بايه بالمرنج. تمام، احنا كده بنحط بياض البيض ما يكونش فيه اي صفار، الاداة اللي هنضرب بيها تكون نظيفة جدا عشان البياض يتخفق معنا صح، لو احنا ما عملناش كده البياض اي دسم فيه اي مطرح دسم في الجهاز او هنا في القالب نفسه او في البيض نفسه بيعطل عملية انه يتخفق معانا كويس. طيب السكر اللي معانا مش بنحطه دلوقتي برضو، لو حطيناه دلوقتي عمر ما المرنج بيتخفق هيفضل سايل معانا، فاحنا علشان يتخفق صح لازم نبتدي الاول نضرب البياض وبعدين ننزل السكر واحدة واحدة. هوريكو دلوقتي. شايفين لسه ما عملش اي فوليوم لسه خالص، الحاجة الوحيدة اللي ممكن نحطها رشة ملح. ابتدى ياخد معانا اللون الفومي الابيض شويه، هبتدي بقى معلقه معلقه انزلها من السكر، مش كله مره واحده، معلقه معلقه ونضرب. انا حطيت بس رشه ملح في الاول، نضرب بقى.
شايفين بقى قوامها عامل ازاي؟ هوريكم كده المراحل علشان نبقى شايفينها. اهي ابتدت انها تديني الشكل ده وبتلمع شويه. تمام، هكمل لسه ما كملتش بقيه السكر ولازم يتخفق حبه حلوين، فاحنا هنكمل كده ننزل. والفانيليا ممكن نحطها دلوقتي ونكمل خفق واحنا بننزل. طيب معانا تليفون، انا بس هشغله بسيط. ام كريم، اهلا وسهلا. مساء الخير. مساء النور، اهلا وسهلا. ازي حضرتك يا شيش تاني؟ وحشانا كتير. الله يخليكي، تسلمي لي يا حبيبتي، اتفضلي. وربنا يكرمك في كل اللي بتعمليه يا سالي يا رب. حبيبتي تسلمي لي يا رب، اتفضلي. بصي يا سالي، هسالك سؤال. انا عملت تحليل حساسيه الطعام. تمام. من نفسي ما رحتش لدكتور، بنصايحي الحقيقه انا فرحانه بيه جدا. وبس اداني نسب، انا بس محتاجه اسال حضرتك سؤالين فيها. اتفضلي. ايه النسبه اللي انا اخاف منها؟ هي طبعا نسبه بالمية. فالرقم كام هو اللي ابتدي ماخدوش؟ يعني مثلا انا بالنسبه لي في البندق والفول السوداني 77% و 99% فدول طبعا ماخدهمش. لكن انا بدائي عايزه اعرف من بدايه النسبه كام ماخدهمش، دي حاجه. الحاجه الثانيه التحليل باين ان انا ما عنديش حساسيه من الجلوتين. ايوه. بس العيش البلدي زي ما انت عارفه انا بعشقه وبيدخلني جدا. فانا عايزه اعرف المشكله فين؟ لو مش الجلوتين تبقى فين في العيش ده؟ واقفل وتردي عليا. حاضر. شكرا يا حبيبتي. بصي مبدئيا دلوقتي تحاليل انت حسب كل معمل، يعني كام من 100 كام الكلام ده لازم تسالي المعمل نفسه، خلاص هو اللي يقول لك. بس واضح ان كل ما بتعلى النسبه كل ما هيبقى عندك حساسيه منها اكتر بالعقل كده. بس برضو ارجعي للمعمل واسالي. تاني حاجه موضوع الجلوتين، بصي كل الناس عندها حساسيه من الجلوتين او مش حساسيه، بتتضر من الجلوتين. يعني مش شرط حساسية واضحة معانا في جسمنا، بس كل جسم بيتضر من الجلوتين. أنا دلوقتي في الحمد لله وصلت لحاجات كتير قوي بالشوفان، وصفات كتيرة. يعني لو متابعة معايا على السوشيال ميديا امبارح أنا نزلت على اليوتيوب طريقة العيش الشامي بالشوفان فقط، فعلا يعني نجح. ما كنتش مصدقة إنه نفخ في الفرن، ما كنتش مصدقة. انا قلت لا يمكن هينفخ، يعني انا عجنت دي الشوفان زي ما بنعمل بالظبط العيش البلدي بتاعنا بالظبط، خلاص. بس بدل ما اعملها في الطاسه، جربتها في الطاسه ما نجحتش، رحت مدخلاها فرن سخن جدا، كهرباء شغال من فوق ومن تحت، والصينيه سخنه جدا جدا، ورحت مجربه مدخله العيش جواه، لقيته نفخ. كنت صورت حتى فيديو مش مصدقه نفسي، واقفه بالبيجامه وراه وبنت كانت باينه من كتر فرحتي ان العيش نفخ، مش مصدقه انه مش وطري وطعمه حلو. يعني تعمل سندوتشات، فان شاء الله هعمله السبت الجاي نشوفه مع بعض. بس يا رب يا رب يا رب، عشان محتاج تخمير وجو حلو كده والدنيا، فان شاء الله يا رب ينفع معايا على الهوا. عندك عيش بلدي اهو زي بس من الشوفان، او الشامي من الشوفان، عندك عيش الصاج من الشوفان، عندك شرايح الخبز من الشوفان، ما حبكش عيش بلدي، هتفرق معاكي كتير. معايا تليفون. حاجه مروه. الو. اهلا وسهلا. السلام عليكم. اهلا يا حبيبتي، اهلا وسهلا. ازيك يا سالي؟ الحمد لله زي حضرتك، اهلا وسهلا. اتفضلي. اتفضلي. الحمد لله. بصي يا سالي، انا خفيت 14 كيلو. الحمد لله. انا حاجه كبيره، يعني عندي 64 سنه. ده حاجه هايله. الله يخليكي. فبصي، هم وصفوا لي حب الرشاد. تمام. فكنت عايزه اعرف استخدمه ازاي، لان انا حطيت معلقه عزباجي بالليل مع الليمون، ما حبيتش طعمه. انا ما جربتوش وما انصحكيش بحاجه ما جربتهاش، مش هقدر انصحك بيها. يعني ما انا ما جربتهوش، مش عارفه. يعني ما حطوش مثلا على شرايح الخبز ولا حاجه؟ انا ما جربتهوش، فانا مش عارفه بصراحه نتيجته عامله ازاي، فمش هقدر انصحك بيه. طب ينفع تسالي لي سالي؟ حاضر ان شاء الله. حاضر ان شاء الله. ماشي. شكرا. ماشي. شكرا يا حبيبتي. العيش المشبع انا عملته مره بتاع ده بالحمص، وعملته من غير الحمص، طلع طعمه اللي من غير الحمص احلى. خلاص خليكي من غير حمص. طيب ماشي. بالشوفان واللي من غير حمص. ايوه بالظبط، الاقتصادي. ايوه الاقتصادي.
بالظبط كده. شكرا يا حبيبتي. شكرا شكرا شكرا. طيب نكمل بقى بسرعه، نضرب بقى، نكمل نحط السكر. عشان لازم نخلص الكميه. طيب احنا كده شايفين شكله عامل ازاي، هنفضل نكمل ضرب، بس هضربه هكمل ضربه بقى في الفاصل عشان نبقى شفنا بس خطواته عامله ازاي. بياخد 10 دقايق ضرب، هتشوفوا بعد كده عامل ازاي معانا. طيب هنعمل ايه دلوقتي؟ هبتدي ان انا اخد الكيكه. انتوا عايزين تطلعوا فاصل دلوقتي؟ طيب خلاص نطلع فاصل ونكمل، هكون ضربت انا ده تشوفوه، ونكمل بقى الكيكه عشان نقدر نحشيها بعد الفاصل ان شاء الله. اهلا بيكم معايا من الفاصل، واحنا رجعنا دلوقتي. خلاص المرنج اتضرب كفايه، هوريكم بقى شكله عامل ازاي. بصوا من كتر شدته تحول تقريبا لمارشميلو، متماسك جدا، شايفين اهو. بنزله بس كده وببتدي بعد كده ان انا استخدمه. شوفوا من سائل بقى تحول لايه، يعني من سائل بقى حاجة عاملة ازاي، مختلفة تماما. خلاص كده تمام. حتى يقولوا ايه، لو ده عرفنا نشيل ونقلبه فوق راسنا وما وقعش يبقى كده مظبوط. هي المفروض كده، بس عشان انا عملتها دلوقتي بالخفاقة نزلت كده، فالحتة دي ممكن تقع، لكن الطبيعي بتاعه ما ينزلش خالص خالص، ما ينزلش. طيب ناخد بقى الكيكة هنقلبها. كيكة عادية خالص، كيكة شوكولاتة، فانيليا، اللي انتوا عايزينه. دي كده على جنب، ومعايا التانية. تمام. هنجيب بقى الـ الـ الطبق اللي هنقدم عليه. هحط بس حتة كده عشان تمسك معايا من المرنج، وهبتدي بقى اشتغل. لان انا قسمت دي على اتنين، هاخد الطبقة الاولى هنزل بيها هنا الارضية، هنزل بيها هنا عادي خالص على الطبق، شايفين قسمتها بالسكينة. هنعملها دلوقتي مع بعض عشان تشوفها تاني. طيب الطبقة التانية اللي معانا دي، الطبقة التانية دي انا هعمل فيها ايه؟ انا هاخد حلق بالشكل ده وهبتدي اقطعها بحيث انها تعمل لي فجوه من جوه. بصوا بالظبط، بحاول اسنتر بحيث ان انا اجيبها في النص بالظبط واروح قاسمة. دي هشيلها بحيث انها تديني فرصه ان انا ايه، اعمل لي فتحه. بس قبلها انا عايزه الزق بقى حته كده من، اخد مرنج حته كده في الطرف عشان الزق بيها الطبقه الثانيه اللي انا هنزلها عليها حالا. بسيط كده جدا، او لو عايزين باي كريمه دهن او اي حاجه انتوا عايزينها ينفع انكم برضو تعملوها. ما تنسوش ابدا رشة الملح في المرنج زي ما حطيت في الاول، لانه من غيره مش هيبقى حلو. تمام. هاخد بقى كده واروح نازلة بالشكل ده. تمام. بثبتها كده كويس معي. هبتدي اعمل نفس القصة برضو هنا، هقفل هي حتة بس قطعت مني، دي ما كانش المفروض تحصل خالص عشان تحافظ لي على اي حشوة هحطها.
طب هنخلي بالنا بقى عشان انا شلتها بدون تركيز دلوقتي. ده زي عامل غيره بالنسبه لي، وفي نفس الوقت من نفس الحاجه اللي انا هزين بيها من بره، فايه تمام معايا. تمام، هنبتدي بقى ناخد الكيكه الثانيه دي. هبتدي اقطعها بالسكينه. اهو زي ما عملنا بالظبط. اللي هي اول واحده خالص معانا، هبتدي اعمل ايه بقى؟ برضو هقسمها. بصوا هقسمها، هشيل برضو منها قصدي الحته المدوره دي، بحيث ان انا اركبها فوق التانيه. لازم نركز بس بالظبط عشان واحده تبقى على التانيه ما تبقاش مطرفه او كده. دي عاملة اكتر شوية معايا. بسم الله الرحمن الرحيم. تمام، دي ما اتقطعتش، دي تمام كده خالص. شايفين انا عملت لي فتحة من جوه، نصورها بقى من فوق احسن. تمام، هبتدي بقى ان انا مش عايزة اقفلها بالقبة دي بصراحة، هقفلها من غير قبة، فهشيل القبة بس منها. طيب دي هسيبها على جنب دلوقتي، لان هي دي اللي هنغطي بيها بعدين. هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هنبتدي انها ان احنا نحشيها. يعني احنا معانا دلوقتي بودينج، زي ما قلنا بودينج تقيل، يكون اتقل شويه من العادي علشان ايه ما لاقوهوش خرج لي من الكيكه. خلاص هننزل كده بالبودنج. دي طبقه، طيب هنحط بعد كده عندي طبقه تانية هنحط فيها مثلا بسكوت، بحيث انها تبقى مفاجآت. يعني اللي هيقطع التورته دي هيلاقي مفاجآت جوه مستنيه. ماشي، حطيت كتير شويه، نخليها اقل شويه كده عشان تبقى طبقات. انا عايزاها طبقات باينه. طيب هنبتدي بقى نحط طبقه تانية. مثلا انا عندي هنا بودينج فاتح، يبقوا طبقات مختلفين يدوني نكهات مختلفة. خلاص عندي كمان هنا كروكان بيدي طعم روعة، وعندي من الشوكولاتات اللي بالكراميل دي نحطها برضو. هي لازم كلها تبقى عنصر مفاجآت، من ده ومن ده، وفي برضو من الشوكولاتات دي، حسب اللي موجود عندكم حطوه. تمام كده، ممكن نحط بقى الطبقه التاني من الشوكولاته من فوق، بحيث اعرف احط بقى الايه الطبقه الاخيره من الكيكه فوقيها. حاضر،
بحيث انها تبقى مساويه بالظبط معايا، عشان ايه ما الاقيش الكيكه اللي فوق هبطت، فنظبطها كده بحيث ان ايه ما تهبطليش اللي فوق، لا دي تعدي الاطراف ولا تهبط لي اللي فوقيها. اخر حاجه بقى هاخد الطبقه الاخيره دي واروح مسكناها اهو فوقيها. كان افضل دي تبقى القعر، يعني الحته القعر بتاع التورته هي اللي تتحط، بس مش مشكله هنغطيها كلها دلوقتي. هنروح بس احنا دلوقتي الفاصل، وهنرجع هتلاقوني بقى بعمل ايه، ببتدي ان انا امشي بال دي، ممكن نغلفها كده او ممكن في كيس حلواني، يعني يا كده على طول يبقى شكلها عشوائيات كده، يا اما في كيس حلواني ويتعمل منها اشكال. هنروح بقى الفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله. دلوقتي زي ما احنا شايفين بعمل اشكال صغننه كده، احنا ممكن نعملها كده او ممكن عشوائي او وردات، بس عشان عملنا وردات كتير فقلت اعملها بطريقه عشوائي بس كده تنقيط، عشان يبان معايا اشكال لما اعملها بالبشبوري تبان. طبعا انا دلوقتي غلفتها بس مجرد تغليف بسيط جدا، عشان ما يبانش تحتها الكيك. هي ده الشكل مش النهائي خالص، ده مجرد يعني شكل مبدئي بيتغير تماما بعد البشبوري. طبعا حتى كتير ما بيعملوهاش اصلا بكيس حلواني، كتير يشتغلوا عليها بالايد على طول كده، يعملوا دوريات وخلاص، ممكن كده او ممكن كده، وانا عملتها قبل كده برضو دوريات واشكال يعني كده بالايد بس، فقلت المره دي ايه انا بس تكفي معايا، لانها فانا هعمل بس زي دايره من فوق كده، وفي النص نبقى نحط من الشوكولاتات دي تاني كزينه. تمام، هنبتدي بقى بالبشبوري ان احنا نشتغل عليه. عايزه بس اشوف اخبارها ايه. بصوا بقى البشبوري بيعمل ايه، بيحرق لي السكر اللي جوه المرنج. فالاشكال اللي انا عملتها هتبان معايا اكتر دلوقتي.
ده ما ينفعش طبعا يتعمل مع كريمه خالص، لازم يبقى مارينج زي الطريقه اللي احنا عملناها دي. تمام، هبتدي بس ان انا بقى بقيت الحاجات اللي معايا، يعني مثلا معايا كروكان هرشه في النص بقى في الحته الفاضيه دي. عشان لما تتقطع يبقى ايه، قبل ما تتقطع كمان شكلها يبقى حلو. او لو عايزين تعملوها كلها بمرنج، انا ما كفاش معايا بصراحه، بس شكلها كده برضو حلو، تكسر شوية ميبقاش كله مارينج. وفي النص نحط شوية من دول. تمام جدا. ممكن اخر حاجه، لا مش حاسه انه حلو، بس كده انا شايفه ان هما كده حلو. هنا بقى هي فتحت مني دي بسبب شويه شوكولاته دول اللي نزلوا البودنج، بسبب القطع اللي حصل لي اول ما نقلت الكيك، فلازم احنا نخلي بالنا جدا. بس اللي احنا هنعمله بقى دلوقتي، انا كده كده عايزه افتحها قدامكم عشان تشوفوا هي عامله ازاي. انا يهمني بس انها تكون كلها اخدت لون صح، عشان هنصورها من الناحية اللي هناك دي، وهنفتح الناحية بقى اللي هي نزلت منها كده كده. وهعمل حاجة واحدة أخيرة بس قبل ما افتحها، ان انا اصورها صورة عشان تبقى معانا الصورة. لحظة بقى هجيبها ناحيتي عشان اصورها صورة بس قبل، لان ممكن جدا انها يعني خلاص، يعني مش هتبقى بهيئتها بعد كده. كده خلاص تقريبا معانا الصورة، عشان بعدين نقطع بقى، نجيب طبق عشان تقديم ونقطع، عشان احنا لازم نشوفها من جوه عاملة ازاي. هي فكرة المفاجآت لازم تبان. دي بقى محتاجة تصوير سريع معانا يا جماعة من هنا بقى، عشان ايه، بصوا بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، هو ده المنظر. مفاجآت مفاجآت فظيعة صح. بصوا كله بينزل بقى زي بالظبط كأنه كيكة الفولكينو او المولتن كيك، الحاجات دي بالظبط كده. بس والخرطة بصوا شكلها، واحد عايز يقعد فيها. يا رب الفكرة تكون عجبتكم، ولادكم هينبسطوا بيها، بسيطة وسهلة، وخليهم يعملوا معاكم. هنروح احنا بقى الفاصل، عشان بعد الفاصل ان شاء الله هيكون معايا ضيفة هتعمل حاجات بالجيلي، اشكال الورد اللي بتبقى حلوة جدا اللي بنشوفها دايما، الصور اللي بنقعد نشوفها دي، نشوف بتتعمل ازاي بعد الفاصل ان شاء الله.
اهلا بيكم معايا من الفاصل، وزي ما انتم شايفين معايا بسنت. ازيك عامله ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله. بسنت عامله شغل رائع بالجلي. لو بصينا عليه نجيب عليه الاول عشان نبقى فاهمين احنا هنتكلم في ايه النهارده، لان الموضوع فيه فن عالي جدا جدا. عامله اشكال الورد في الجلي، كانت طالعه موضه الفتره اللي فاتت جدا جدا جدا، وبنقعد نبص وننبهر ونقول ده الحاجات الحلوه قوي دي معموله ازاي، كان ورد بجد جوه الجيلاتين. وطبعا ده بيتاكل. طبعا بصوا رائع زي جنن. تسلم ايدك. ميرسي. اشرحي لنا بقى، انت مبدئيا بقى لك قد ايه في المشروع ده؟ انا بقى لي 4 سنين. انا اصلا بعمل 3D كيكس. تمام. بس انا حسيت انه يعني الموضوع بقى كتير قوي ناس بتعمله، فحبيت ان انا اعمل حاجه جديده خالص تبقى 3D بقى جيلي. حلو قوي. طيب انت بيطلب منك ازاي؟ يعني على هيئه بس تورته كده؟ لا، ممكن كده وممكن يبقى التوب لكيكه، يعني ممكن تبقى كيكه عاديه وده التوب بتاعها. تمام. حلو جدا. بيتحط عادي على اي نوع كيك ولا لازم كيكات معينه؟ لا، الفوندون طبعا لانه الجيلي فيه ميه فهيسيح الفوندون، بس الكيكس العاديه لا عادي ما فيش مشكله. يعني على اي كيكه مش فوندون. مش عجينه سكر. تمام. انت بقى بتعملي ده ازاي؟ اشرحي. الترانسبيرنت اللي بره ده عادي، بعمل جيلي عادي، بجيب لتر ميه عليه اربع معالق كبيره جيلاتين، بحط الاربع معالق جيلاتين دول في كوبايه ميه الاول لحد ما يمسكوا. وبعدين بحط على النار بقى لتر ميه عليه نص كوبايه سكر. اوكي. بس بقلبهم، بس طبعا السكر يكون بيور خالص عشان ما يخليش الجيلي يغير لون. طبعا. بس بعملهم على النار لحد ما يدوب السكر، بعدين بحط عليه الفليفر اللي انا عايزاه، وبحط ربع معلقه ملح ليمون عشان يدينا مزازه وطعم حلو. بالظبط كده. اوكي. بس بعد كده بروح احط عليه الجيلاتين، بشيله من على النار، بحط عليه الجيلاتين وببدا احطه في بولز بقى صغيره عادي لحد ما بيبقى شكله كده يعني شفاف خالص. وبسيبه في الثلاجه 5 6 ساعات لحد ما يمسك تماما عشان اعرف ان انا احقن جواه الورد. دي البدايه. يس. علشان طيب عشان الجيلاتين ده ينزل من القوالب بتدهني حمام بخار؟ لا لا لا، بسيبه زي ما هو كده وبروح في حمام بخار ميه، يعني ميه سخنه. بس بعمل كده من الجناب هو بيفك. مبدئيا برافو عليكي انك عرفتي تنقليهم. نقلتيهم ازاي؟ كنت جايباهم كده ونقلتهم عادي. يعني بولات وبعدين متسقعين وبعدين رحتي ايه عملت؟ طيب. عملتهم في الميه. تمام. ايه الادوات اللي بتستخدميها بقى عشان تعملي الورد ده؟ هي الحقن بقى. يعني هي الفكره في الحقنه دي، هي بتتباع اوريدي في المحلات بتاعت حاجات الحلويات، يعني عشان التبس بتاعتها دي هي اللي بتعمل شكل الورد. اوكي. فهي الفكره كلها في كده. عشان بس الناس تشوف ايه الادوات ديت اللي هي شكلها عامل ازاي بالظبط. شايفين شكلها عامل ازاي؟ ليها اشكال، بيبقى معاها بقى الحقنه، سنون معينه. ومعانا حقنه كمان، حقنه عاديه. طيب احكي لي بقى انت بقى عشان تعملي اللي هي الخلطه الملونه بقى اللي بتحقنيها جوه الجيلاتين الشفاف ده، بتعمليها ازاي؟ بعمل معلقتين كبار جيلاتين على نص كوبايه ميه، بسيبهم برضو الاول يمسكوا، وبعدين بروح حطهم على النار مفيش يعني ثواني بس ان هم يسخنوا شويه، وبحط عليه كوبايه لبن عادي وكوبايه لبن مكثف. اوكي. عشان تديكي اللون بكثافه. بالظبط كده. وبعدين بحط عليه الفليفر اللي انا عايزاه وخلاص. الفليفر واللون. ببدا بقى ان هو بيبقى ليكويد كده، ببدا ان انا اشتغل بيه عادي. طيب بلونه وبشتغل بيه بقى زي ما انا عايزه. بيبقى سائل كده بس لما بتحقنيه بيمسك جوه بقى؟ لا لا، ما بيفضل سايل. لانه انا يعني انا هنا كده عاملاهم اوريدي وسيحتهم، بس انا في العادي بفضل عاملاهم كده مقسماهم الوان وبحطهم في اي حاجه بس فيها ميه سخنه عشان طول ما انا بشتغل ما يمسكش مني. لكن لما يخش جوه يعني دول خلاص؟ لا، لما بيخش ولا لا؟ لا لا لا، هو وانس ان هو دخل خلاص هو اتحقن مكان ما انا عملت بالحقنه، يعني انا الحته دي كده خلاص. هو بينزل في الحته دي بس، فلا مش بيسيح. انا فاهمه ده، بس هما بيفضلوا بيمسك جوه بيبقى سائع ولا بيفضل سائل جوه؟ لا لا لا، بيمسك. وبعدين بقى لما بخلص خالص البول بروح مدخلاها الثلاجه تاني تمسك بالزبط. خالص هو ده اللي اقصده. يس. اوكي. طيب احنا معانا تليفون ياسين. طب معلش حاول تكلمنا تاني. طيب خلينا نكمل بقى. بس انت لونتي كده خلاص. الشكل بقى يتعمل ازاي؟ طيب مثلا لو هنعمل شكل السن فلاور دي ممكن نعملها. بصراحه انا عجباني قوي الروز الحمراء دي. فظيعه. اوكي نعملها. ماشي. يعني خطيره بصراحه الروز الحمراء دي.
طيب هو اول حاجه خالص انا بجيب بس حاجه كده تكون مدوره عشان بعمل في النص كده يعني دايره. طيب هنبدا من الكاميرا من فوق بس عشان نقدر نشوف بقى الشكل عامل ازاي من فوق لان شو ايوه بالظبط. يلا طيب بينا. بجي في النص كده بروح عامله نص دايره ببلبله. اوكي بس بروح شايلاها عشان دي اللي من خلالها انا هبدا ان انا يعني احقن بس كده تقريبا زي ما خرمت الكيكه كده من شويه بس. بعدين بجيب بقى الشكل ده اللي هو شكل الابره العادي بس تكون سميكه من لا هي اصلا بتبقى جايه معاها اوريدي يعني طيب. دي تقريبا الابره العاديه دي بتبقى اتخن شويه بس بعدين هملى بقى اللون الاسود بتسحب بالسرنجه اهو اللون الاسود بعدين بروح ضغطه كده سنه بسيطه واطلع سنه بسيطه واطلع سنه عشان بعمل أوكي. اللي هو شكل الشعر اللي في النص ده يعني كانه الشعر الصغنن الاسود واحدة. ده واحده واحده تاني معلش الكاميرا من فوق او من الجنب بالظبط بتضغطي ضغطات من بسيطه النص قوي بس قوي. عشان تدينا الشكل اللي هو وسط الورد بالظبط كده اوكي خلي بالك هنشوفها كمان شويه بالعكس لا ما تقلقيش بفضل اعمل كده كتير قوي لحد لما تبقى عامله معايا يعني بصي دي الروز ايه ده احنا عملنا سان فلاور مش مشكله نعمل دي روز عشان برضه انا كنت مركزه في السان فلاور الروز ما فيهاش اسود من جوه لا انا عشان كنت مركزه في السان فلاور مش مشكله نعمل الثانيه برضو بس هفضل اعمل كده اهي اوريدي شكلها بدا يبان شويه تمام خلينا نبص كده ممكن كيناكس وانا هقلبها لك بصوا كده بان معانا اهو الخيوط السوداء اللي جوه اللي بتبقى في قلب الورده تمام خلاص يلا نعمل بقى الاصفر اوكي نسحب بقى من اللون الاصفر او الاورنج اختار بقى الشكل ده بصوا بقى الشكل اللي هي هتختاره دلوقتي عشان تركبه بس هبدأ احطه كده بخلي الابره تبقى هي اللي جوه مش بره وبعدين بحط كده برضو بضغط ضغطة بسيطة واطلع كده هي محتاجة كلها الواحد يتخيل بالظبط شكل الوردة بالالوان ازاي ويضغطهم على جوه بقى بالظبط هي ضغطة بسيطة وبطلع تاني لبره وبعدين ببدا اطلع الصف التاني بطلع ستاب تانية لبره هايلة بس طبعا بشيل ده اول باول عشان خاطر اشيله عندي معلقه مخصوصه وبتاع طبعا كله تعملي عشان طبعا طول لو هي فضلت مش نظيفه هتخلي لي الجيلي مش شفاف فببدا دايما انضفها كده طب ورينا كده الستاب ديت كده اقلبيها ونشوف هي برضو لسه عشان لسه اول لاير بس اللي عملناها لكن لما تكمل هتبقى باينه اكتر هتبان اكتر معانا الورده تمام انا ممكن املاها تاني دي الحمرة كانت هتبقى فظيعه وتبان على طول معاكي نعمل الحمرة تاني تحبي ابدا في الثانيه احنا نعمل صفين كده في دي وعشان نبقى شفناها برضو وبعدين بالظبط نعمل الحمرة بقى عشان الحمرة هتبان معانا بسرعه تسلم ايدي لو بصوا اهي بقى ابتدت يعني تبان معانا شكل الورده عامله ازاي من جوه تمام خلينا نبتدي في الحمراء ابدا الحمراء عشان هتبان معانا اسرع طيب دي اكيد ليها برضو الحته الطول دي اللي هي مختلف اللي هي على شكل قلب شكل قلب مش ببوز كده كل واحده ليها شكلها بس لحظه عشان ناكد بس ان اتشافت جايبين عليها يا جماعه بالظبط اللي هي عامله زي القلب دي شايفين شكلها قلب كده ومن جوه فيها السن اللي بيطلع بالظبط هي بتشيل دايما الحته اللي في النص دي علشان تعرف تنزل منها اوكي طبعا اخدت سحبت خلاص اللون الاحمر اللي هتحقنه ممكن كليناكس معلش
بعملها كده في النص. طب انا سؤال، دي تحت فيها زي كراون من تحت هتضايقك، ما تعمليها احسن هنا في دي؟ اعمل الكبيره هتبان معانا احسن بسرعه. بالظبط، لان دي تحت فيها كده زي سنون فمش هتبين لنا الشكل. ودي حلوه عايزين نستغلها الكبيره دي. يلا بينا اتفرجوا بقى يا جماعه على الفن بقى. طبعا اول طبقه بتبقى ضيقه على بعض زي اي ورد، تبقى كانها مقفوله. بعدين ببدا اوسعها شويه، برضو بضغط ضغطه بسيطه وبطلع لبره. حلو، وطبعا بتعمليها كل مره بميله مختلف كانها مفتوحه اكتر. بالظبط، بس دايما بقى بشيل الالوان اللي بتطلع زياده دي، لان هو طبعا الحقنه بتدخل شويه في الجيلي جوه وشويه بيطلع بره. هي اهم حاجه في الموضوع الكلينكس والمعلقه طبعا، عشان دايما اللون بينضف. بالظبط، اللون بيبقى بيخلي الجيلي ياخد لون هو كمان. بس كده انتي بتقولي باديه من امتى؟ من 4 سنين. يعني هو انا اصلا بعمل كيكس اللي هي الثري دي، العاديه بقى خالص، بس لقيت ان موضوع الجيلي ده جديد وحسيت ان هو مش معمول خالص هنا في مصر. فبقالك قد ايه بتعملي الجيلي؟ لا ما بقاليش كتير، انا لسه متعلمه جديد. أوكي. يعني حسيت ان الموضوع لطيف ان هو يتعمل، وفي نفس الوقت ما حسيتوش صعب. اوكي، هو بس محتاج تركيز يعني عشان نلحق بس نشوف. فانتي علمتيها نفسك على اليوتيوب ولا كل حاجه ما شاء الله الواحد بيتعلمها؟ بالظبط، انا اصلا حتى الكيكس ما خدتش كورس او حاجه، يعني انا اللي علمت نفسي. برافو عليكي. انتي اسمك على الانستجرام ايه؟ اسمي بوست كيكس. أوكي. وده جزء من اسمي. وكيكس بقى عادي. اوكي، نورتيني يا حبيبتي. ميرسي. تمام، نشوف بقى احنا كده علشان ايه نلحق نوري للناس الشكل قبل نطلع الفاصل. مش عايزه بس اشيل الالوان دي. شليها عشان لما تتقلب تتدلق ولا حاجه على الترابيزه تبقى حمراء كلها دلوقتي. هي محتاجه بس صبر شويه. بالظبط، صبر وتفضلي كل شويه تنضفيها علشان خاطر اللون ما يبهدلش الدنيا. بصوا بقى الشكل، هي بدات تبان شويه اهي. باينه طبعا تحفه. ثانيه بس عشان هتنقط من هنا عشان ما تجيش على هدومك. ايوه، اقلبي بقى. بصوا المنظر، الورده لذيذه جدا. هي طبعا هتحتاج بقى تكملي لغايه ما تقفلي بعد ما اخلصها خالص بقى بحطها في الثلاجه برده لحد ما تمسك تاني. وبعدين بقلبها بقى بتطلع شكلها كده. بعمل لها بقى الفروع ورق الشجر دي، بس بالتب دي بقى. بس هي طبعا خلاص يعني مسكت في الجيلي فانتهى. بجد نورتيني النهارده. ميرسي جدا، ميرسي. فعلا حاجات فنيه وجميله. مرسي. جدا. انت حابه تقولي اي حاجه؟ لا ميرسي، انا حابه اشكرك بس ان انا كنت معاكي، انبسطت جدا. انا اللي بشكرك جدا بجد على انك عرفتينا حاجات حلوه بتتعمل ازاي. ميرسي، ربنا يخليكي. شكرا. يا رب الفقره تكون عجبتكم. هنروح بقى الفاصل ونرجع نكمل مع بعض ان شاء الله.
اهلا بيكم معايا من الفاصل. بتمنى يا رب النهارده حلقه التزيين تكون عجبتكم. بحب اليومين دول انا اقدم حاجات سهله وبسيطه جدا، لان بيبقى معايا دايما ضيوف بيعملوا حاجات اصعب، فبدل ما يبقى صعب وصعب يبقى حاجه خفيفه وسهله عليكم عشان تحسوا ان ايه الموضوع بسيط. عملنا النهارده ايه؟ كيكات، يدوبك كيكه عاديه، اي نوع كيكه انتم متعودين تعملوها في البيت. اعملوا قالبين او قالب عالي، خلاص قسموه. الطبقة اللي تحت هتفضل زي ما هي، الطبقات اللي فوق هنجيب قطاعة مدورة وهنقطع بس النص بتاعها، واخر طبقة هي هتفضل زي اللي تحت من غير اي قطعة في النص. خلاص بعد كده هنلزقهم على بعض بالمرنج اللي احنا عملناه، اللي هو عبارة عن 5 بياض بيض مع 1.5 كوباية من السكر. ضربنا البياض البيض الاول لغاية ما ابتدى يبقى هش معانا، وبعدين زودنا له سكر واحدة واحدة ورشة ملح طبعا وفانيليا لغاية ما ابتدى ياخد معانا القوام اللي احنا شفناه المتماسك ده. قفلت الطبقات على بعض، الفتحة اللي في النص بقى حشيتها بقى اللي انتوا عايزينه بقى. انا حطيت كاسترد بودينج، عايزين تحطوا كريمة شوكولاتة اللي بتدهن، عايزين تحطوا ايه البسكوتات اللي عندكم، اي حاجة انتوا حابين تعملوها كمفاجأة حطوها جوه. انا حطيت كروكان مع بسكوت مع شوكولاتة وكراميل. بعد كده بقى بعد ما قفلت كله دهنتها بس كده سريعا كده بالمرنج اللي احنا عملناه مع بعض، وبعدين بكيس حلواني ورحت ضغط ضغطات. مش لازم تعملوا برضو الضغطات دي، يعني لو عايزين الموضوع اسهل من كده بايديكوا كده ومعلقه بمعلقه اقعدوا اعملوا حلزونيات على التورته من فوق، تقعدوا تعملوا حلزوني حلزوني كده بس بالايه بالمعلقه، هتديكوا اشكال حلوه. دي عملتها قبل كده برضو، وتروحوا عاملين بالبشبوري بعد كده. وده بس البشبوري الحاجه اللي لازم تجيبوها من محل المتخصص حلويات، بس بيبقى مهم في حاجات كتير يعني خلوه عندكم بس. وزينا من فوق شويه حركات وبيتفتح، والحمد لله زي ما احنا شايفين اهي متماسكه ما بتقعش خالص. اهم حاجه بس خلوا بالكم جدا عشان ما يحصلش زي الحته اللي حصلت لي دي، ان الحلق وانتوا بترفعوا الكيكه ما تتقطعش منكم خالص، عشان ما تديش فرصه ان اي حاجه تنزل منها. خلاص زي ما انتم شايفين في حوالين داير، انا لفها قدامكم حوالين داير متماسكه وما فيش اي حاجه نزلت منها، فهي طول ما هي ما فيهاش اي شرخ ولا اي حاجه في الكيك هتستحمل كويس جدا انها كل حاجه تفضل جوه الكيكه. تمام. طيب ايه كمان؟ ان انا لزقتهم بالمرنج، كل طبقه بتديها بتخليها متماسكه اكتر، بتبقى عامله زي ايه؟ زي الاسمنت في العماره بالظبط، بتمسكها كويس جدا ما بتخليش اي حاجه تعدي. فاحنا نقطه ضعفنا بس في الكيك، الكيك لو جرح زي ما شفنا ينزل لي بقى يقعد يسرسب منه. فانا لما قطعتها خلاص كده عالجت المشكله، وشايفين الشكل المنظر من جوه عامل ازاي. وطبعا للتقديم ينفع تتقدم بالشكل اللي انا مقدماه دلوقتي حالا ده، او طبعا يبقى عنصر مفاجاه الناس لما تقطع تلاقي ده جوه، بس لما تقدموها كده حلو قوي لما تحطوا الشوكولاتات تكملوها كده قدام. يعني كان نفسي احط اكتر بس هي ما كفتش معايا. طيب وبشكر بسنت جدا جدا على وجودها معايا النهارده وعلى الاشكال الجميله اللي عملتها بالجيلي. يا رب النهارده الحلقه تكون عجبتكم، كانت حلقه كده هاديه شويه النهارده، يا رب تكون عجبتكم. اشوفكم بكره على الهوا ان شاء الله باذن الله، هيكون معايا فقره جديده اللي هي فقره طبخات جدتي، هتكون معايا جدة وهتطبخ حاجات بقى من الحاجات القديمة اللي احنا ايه مفتقدينها جدا. اشوفكم بكرة على خير يا رب ان شاء الله. باي باي.